السلام عليكم الاخوان ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نخليكم مع التقرير الرائع قبل المباراة ديال الرجاء البيضاوي والوداد في ديربي كأس محمد السادس. صراحة واحد التقرير كان رائع، واحد الكلام كان رائع من محلل بقناة ادي سبور الرياضية. غادي نخليكم مع هذا الفيديو، كنتمنى تستمتعوا به ويعجبكم وتشجعونا بلايك وتعطيونا الاراء ديالكم باش هذه القناة ترجع ان شاء الله مزيانة. يلا الاخوان ديالي، ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو ان شاء الله ونتلاقاو في النهاية ديالو. السلام عليكم. كنتمنى تكونوا تمتعتوا وعجبكم الفيديو وعجبكم الكلام اللي كيقولوا هذا المحلل الرياضي، ما شاء الله عليه، كنحييه من القلب ديالي. الله يحفظكم الاخوان ديالي. صراحة القيمة اللي عطاوها للديربي ديال المغربي، قنوات مغربية وما عطاوش القيمة هذه. المهم الاخوان ديالي، شجعونا كيف ديما بلايك وعطيونا تعليقات من عندكم زوينين، وتهلاو ليا في راسكم والقادم احلى ان شاء الله. السلام عليكم.